بعثة مدعي الجمهورية إلى سجن كوروتورو بولاية بوركو، حيث تم فيه حجز المتهمين بالتورط في أحداث 20 أكتوبر المنصرم. وبعد التحقيقات القضائية التي استمرت لمدة 10 أيام مع المتهمين المحتجزين بسبب المشاركة في أعمال التخريب بأحداث 20 أكتوبر، سلمت اللجنة المختصة بالتحقيقات محضر جلسات الاستماع لمدعي الجمهورية. جينا في ميزون داري هنا كوروتورو، وجينا في كلام مشكلة هنا، المشاكل المؤسفة اللي كانت في نيامينا. دونك أنينا جينا هنا، جينا اهتدي الملفات كلها هنا، الناس اللي شاركوا في الـ في الـ في الـ في الشيء المؤسف كان ده، وخلاص ناس منهم واحدين وديناهم في المحكمة تشاريهم، منهم واحدين وديناهم في قاضي التحقيق الجوج دانسريكسيون، بس هو انكيتهم وبعدين ما كله بيشوروا قرار. دونك ده هسا اوبجانا ميشوا جينا في ميزون داري دو كوروتورو. هذا وبعد تسليم محضر الجلسات لمدعي الجمهورية، سينظر إليها إلى أن يتم إصدار الحكم في حق هؤلاء المتهمين في الأيام القادمة.